ما فينا ما نمرق بشهر رمضان المبارك وما نطل على المواهب الشبابية يلي لها حضورها، وخاصة إذا كانت موهبة من الصغر هي مرافقتنا بذاكرتنا بالأعمال بالأدوار المتقنة، حتى أنه تسمت هي الموهبة بالطفل المعجزة. ولكن على جنب، هذا الشاب بيكره الشهرة ولكنه هو درس بالمعهد العالي واتحدى الناس يمكن بأدواره يلي كان لها وقع كتير خاص بين الجمهور وفاتت إلى كل البيوت السورية. رح نحكي أكثر عن المسيرة يلي بلشت من الصغر وكبرت معنا، رح نحكي أكثر عن نجاحه بمسلسل على صفيح ساخن برمضان 2021. بيصيرنا نرحب بالممثل سليمان رزق، اهلا وسهلا فيك. صباح النور. فيكم صباح النور صباح الورد. ينعاد عليك. ينعاد عليكم رمضان كريم على الجميع. يسعد صباحك وينعاد عليك اكيد وعلى عائلتك بالخير والسعاده. بالبدايه خلينا نبلش ونرجع لطفولتك، يعني ببدايه مشوارك اكيد كان عندك اعمال متميزه مثل قتل الربيع، زمن العار، حاجز الصمت. خلينا نرجع لهالايام، لو ابوك ما كان المخرج الكبير اكيد يوسف رزق، كنت انت بلشت وكانت بدايتك مثل ما بلشت فيها انت بهالقوه وبهالادوار المتميزه؟ خلينا نحكي كنت قدرت توصل للمطرح اللي انت وصلت له اليوم؟ لا اكيد لا. لا يعني بجوز كانت فرصة انه في حدا شافني. يعني كنت موجود انا وصغير، بس بعتقد انه بسبب انه انا كنت اعمل دعايات لاشياء مختلفة، يعني مثل علكة مثل بونجوس وهدول الامور، هذا الشيء خلى ابي ياخذني ويخليني امثل باول مسلسل اللي هو قتل الربيع. طيب اول عرض اجاك وقالوا لك بدك تمثل، انت كنت عايش اكيد بهذا الجو واكيد عندك حدا هو مثلك الاعلى من الممثلين اكيد من انت وصغير، ممكن بتحب اشخاص محددين. اول ما قالوا لك بدك تمثل ورحت على اللوكيشن، خلينا نحكي كيف كان الشعور؟ كثير حفظت؟ كثير كنت خايف؟ خلينا نحكي هيك كيف بلشت. الحقيقه كان عمري 4 سنين او 5 سنين، فما كثير بتذكر تماما شو كان شعوري، بس كنت ابن المنتج وابن المخرج، فكانت كنت كثير مرتاح. يعني الواحد ابن المدير بضل هيك ما عليه ضغط يعني زائد مثل باقي العالم يعني. وهذا الظرف اللي حطيت فيه انا مو ذنبي يعني، بس ايه لا كنت مرتاح، وكان المعامله مع العالم مريحه جدا. بجوز يعني هيك مسايرة لاني ابن المخرج والمنتج، بس كنت مبسوط يعني بالمسايرة. بس كثير في بنشوف ممثلين وحتى اطفال حابين يفوتوا بمجال التمثيل، هن ربما اولاد ممثلين وربما اولاد مخرجين او منتجين، ولكن في عدد كثير كبير منهم هن هو ما استمر لحد الان، يمكن اخذ مشهد او مشهدين نعرف بوقت مؤقت وانسى. ففي فرق بين ما تكون من عائله داعمتك وبين موهبه زائد العائله. طبعا اكيد في موهبه في خبره، المفروض يعني يكون الواحد عنده موهبه بيكون منها خبره، من هي الخبره بده يكونها مو بس من حاله ومن الناس اللي عم تمثل معه ومن اخطاء غيره لحتى يقدر يوصل للي بده اياه، مثل ما انا يعني خطوه خطوه هلا عم مع انه كثير في من الانتقادات اللي يحكوا لانك ابن او من عائله فنيه انت اخذت هالادوار يعني واسطه، هي بالواسطه يعني. خلينا نحكي عن ردك على هي الانتقادات اللي يعني واجهتها خلال السنوات يعني اللي مثلت فيها. خلينا نحكي بفتره كمان يمكن بصف التاسع انت وقفت عن التمثيل لفتره معينه وكمان برغبه من والدتك ووالدك، شو السبب؟ مع انه هن مثلا بنفس المجال بس بنفس الوقت بعدوك عن التمثيل. هلا بالنسبه لاول سؤال هي الواسطه، ايه واسطه صح تمام. كبيره كثير بس بنفس الوقت هي سلبية كبيرة كتير. تمام. واسطة انه اوكي في ناس ممكن تعرفني فقط، يعني ما في اقحام،
يعني ما فيني انه اخذ دور انا لانه انا ابن فلان وانا ابن علتان، مو هيك بتصير الواسطه. الواسطه بتصير انه انا بنعرف، بس انا بنعرف اني موجود، صفه الباقي علي، هل انا استحق ولا لا. تماما. باخذ يمكن اول دور واسطه ممكن. تمام. 10 مشاهد، 20 مشاهد. يعني انت بترد على المنتقدين انك لو لم تستحق انت ما كنت اليوم سليمان رزق. مو لو لم استحق، لا لك حتى لو لم استحق فيني اخذ، بس انا ما رضيت. تمام. لانه الشغله اللي عايش مشانها واللي بدي تكون شغلتي لازم اكون انا منيح فيها لحتى اقدر اوصل للقمه، وغير القمة ما راح اقبل صراحة. يعني الواحد دائما بيحب يكون احسن شيء باللي هو فيه 100%. مشان هيك لا بالعكس، كان في فعلا دعم، بس هذا الدعم من الضروري انه الواحد يستثمر هاي الواسطة اللي هو يعني اوكي بالنسبة للناس في واسطة، اوكي بالنسبة للناس انه اوكي عندك واسطة، طب فرجيني شو بدك تساوي فيها، هل تستحقها ولا لا. تمام. في هذا المعنى. وليش وقفت السؤال الثاني بصف التاسع؟ يعني والدتك ووالدك بعدوك عن الفن وهن بالساحه الفنيه؟ لا والله مشان الدراسه يعني كثير. لا كانوا بالعكس. تمام. كان قوي بده ما بده يعني يفوت على المعهد، او ما بده يعني بده على القليل انه اقطع سنه او سنتين بحيث ما اثر على مسيرة دراستي، لأنه بظن أنه الخبرة هي المفيدة أكثر أحسن من الدراسة. يعني إذا كنت بدي فوت بهذا المجال الفني فلازم أنا أكون مهيأ تماماً لحتى أصير مخرج أو ممثل أو يلي هو بالمجال الفني. بس الفكرة أنه ما قدرت، الأفضل أنه أكون أكاديمي أحسن. برافو. مو قصة برافو، قصة على أنه انا شوي ميال لانه واحد يجرب يكون اكاديمي، يجرب على القليله. يعني فيني هلا اكون ممثل ب 3000 مسلسل لو مكمل مع ابي وابي مكمل مسلسل، بس لا ليش ما ادرس الشغله اللي بحبها؟ صح. يعني اول شيء بدي اعرف القواعد تبعها بعدين اكسر هدول القواعد. صحيح. يعني وهي من الخطوات اللي هي يعني كلنا بنفتخر انه في انه عندنا هذا، اي حدا مننا عنده هذا حس المغامره وانه هو يكون ممثل كامل واكاديمي. خلينا نروح الى على سفح ساخن ونحكي على دورك، نحكي عن دراسه الدور، نحكي مين استشرت وكيف حضرت لدورك وكيف عشت بالحاله ونجحت فيها. ومبروك نجاح. الله يبارك فيكم. الله يبارك فيكم. مبدئيا استشرت، انا بحب امي والله. انا بحبها لامي جدا. الله يخليها. يعني كثير كثير شجعتني انه اعمل شيء بشكل احترافي. طبعا هي وابي لهم فضل جدا اكيد كبير. منوجه لهم تحيه كبيره. منوجه لهم تحيه كبيره. الصراحه بلشت اول شيء كنت بعرف القصه تبع النص من تحت لتحت، فانا قبلت فورا لانه كنت بعرف شو هو العالم اللي حاكين عنه بالمسلسل. كيف تعرف شو هو العالم؟ لا انا عرفت شو هو العالم قبل ما اقرا النص. اوكي. فانا وافقت فورا. هو عالم كثير كبير وعم نشوف من خلال المسلسل والمشاهد عم نشوف في ظلم، في مال كثير كبير، مشان هيك كان في شلاليه، في كان تحدي صراحه. قديش مهم انه يتركز على هي البيئه. هي البيئه، انا ما يعني البيئه مو معروفه هي، وما كثير مخالطينها، ونحن بنشوف هوامش بس بالحياه 100%. ايه. بتعرف شو بلا ما اقطع حديثك، هلا صرنا مثلا انه نمشي بالشارع نركز انه انت انت شو يعني اي حدا جامع قمامه او بيشتغل بهذا المجال صرنا نطلع عليهم بزاويه مختلفه. ايه. يمكن بعد المسلسل وجهه نظر مختلفه. ايه صح. لانه خلينا صراحه نحن. العالم كثير 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 شيء كثير ظريف. انا رحت واشتغلت معهم وكان في فعلا خطر، بس
اذا كان بدي اعمل شيء بشكل احترافي لازم يكون خطر متواجد وهي صعوبه التمثيل وانك طبعاً. تعيش الحاله وانه اول مره بتسلط الضوء على هيك قصه على صفيح ساخن. خلينا نحكي كثير من المشاهد اللي اديتها، واخر شيء كان في عندك مشهد انك انت عم تنتحر شنقان على صفيح ساخن. خلينا نحكي عن هذا المشهد، كيف قدرت تمثله بالشكل الصح؟ شو الجهد النفسي اللي قدرت يعني تظهره لكل المشاهد ليصل لكل بيت لكل حدا عم يتابعك؟ مشهد الشنق. تمام. هذا أصعب مشهد. يعني هو مو قصة. وأنت ما قبلت إنه هو يتاخذ هيك بقصة تمثيلية، لا اخترت إنه عن جد يكون ينلف اللي يكون حقيقي. هلا هو أول شيء ما خلوني يعني. تمام. بس لا يعني اصريت بسبب إنه كان إنه مشهد إنه الشنق يعني الشنق. مو سهل مو سهل يعني مو سهل الواحد يكون او عفوا مو سهل الواحد يمثل انه هو عم ينشنق، لانه بيطلعوا اصوات غير طبيعيه، بيطلع ملامح وجه غير طبيعيه، فمستحيل نقدر نحن يعني مو نحن انا مستحيل اقدر اعطي هي الحاله لحالي، لازم هي الحاله بدها خبره وبدها تجربه. فانا كنت بدي اجرب بالبيت، فقلت لا ليش ما اجرب التصوير. المهم طلع النتيجة يعني. كيف جربت؟ خلاني بس احكي لنا على شعورك، كيف جربت؟ حبيت شو هلا هي هلا شوف العالم ترجع تعيدها العالم فكرت انه قالت شلون انشنق وعاش. هلا هي الحقيقة الواحد هو عم ينشنق بيعيش يعني شوي بعدين بيموت. تمام. اي لا يعني قد ايش استمرت نحط سبع ثواني. تمام. سبع ثواني هو الانسان الطبيعي بده 10 ثواني لل 15 ثانيه ليموت. وطبعا مين بجوز رقبته او بيصير كثير قصص، بس الفكره انه كان كنت يعني هو الشنق الحقيقي لازم يكون واحد مربوط. تمام. حلو من ايديه ورجله وبعدين ومشدود كثير من رقبته. حلو مشان يموت بسرعه يعني بما معناه. لا نحن كنت انا هذا هيك وبده 10 ثواني، فانا لا كنت حاطط ايدي ومرخي الحبل، بس امتى ما بدي برخي اكثر وامتى ما بدي بشد على حالي مشان ما اختنق فعليا. تمام. فطلعت الحاله حقيقيه وكان في ناس يعني مستعده فورا لتقيمني بس تحسني انه عم موت. هلا بجوز كنت متت صح بعد الشد بجوز كنت متت. هي مرة واحدة جربتها لقطة واحدة؟ ثلاث مرات؟ ايه. بس بدها جرأة، وفي عندك العديد من الأعمال المتميزة. خلينا ننتقل ونشوف الكليب بالتالي وأكيد بنرجع لك. اوكي. حلو؟ هو بس شوي كثير أول مرة أشوفك لابسة فستان. طيب يلا ما فيني أتأخر، هلا بيرجع أبي ما بيلاقيني. يلا. ايه ما قلت لي شو مناسبة هالعزيمة؟ ايه شو هاد؟ لك علي الحلال لابلك من ساسك لراسك، الله محيي الاغاني. لك الله حي الروت. الله روح شي معلم. اطبع عضك على عيلك رواه، لك هذا فان ما منيح بنوك. والله مو القصد، انا قصدي ارفع شوفي فيه. يعني انا شاليت لي كم ليرة بعينونا. خلص انت زبط شغلك مع عياش وخبرني. طيب ماشي بأمري. تفضلي دوقي لي الفولات. بعدين تعالي لهون شو الأرنبي؟ أنا عم تقولي لي أرنبته ليه؟ حاجتك بقى. شو بدي أرنب أصلاً؟ رجاله تتعلم الصون العشرة، ساعتها بفتح لك الباب مو الشباك. تمارا. تمارا بلا قلة عقل. يا تمارا طلع بجناني وما كنت بوعي. تمارا يا تمارا لا تشوفيني هيك، ما بتحمل انا ماني خوان. يفضح عمر شو عم تعمل ابن حمار؟ Thank you.
بعد ما مثلنا ارتحنا نعرض المسلسل مثلك مثل الجمهور، عندك انتقاد لحالك، عندك يمكن نقد لاذع بيكون اكثر على حالك، واحد يمكن بينقد حاله بشكل بيمون لانه على حاله، عندك اعجاب بمطارح. خلينا نحكي كيف كان رضاك على ادائك وكيف عم تستقطب يمكن هذا النجاح من الناس. هلا الحمد لله انه كان في نجاح، يعني شافوا الناس هذا النجاح، كثير بقدر هذا الشيء، بالعكس كثير انبسطت انه عملت شيء انه فعلا قريب للناس. كيف متوقع؟ هذا اختبار؟ لا لا حقيقه لا، بس بنفس الوقت انا يعني مو تضايقت، يعني بس انه في احسن، في احسن، في احسن من هيك، يعني بقدر اقدم احسن ان شاء الله، اقدر لقدام اقدم احسن، بس انه الحمد لله محبة الناس هذا فضل كبير يعني من الله، خلاني اثق بحالي لاقدر اعمل شيء لقدام، بس بنفس الوقت لا في احسن دائما. في احسن والله، كثير حلو الواحد ينتقد حاله ليطلع دائما بالشكل الافضل. خلينا نحكي مثلت على صفيح ساخن بالاضافه للكندوش، كثير عم نسمع انتقادات كثير كبيره على هذا المسلسل على عكس على صفيح ساخن، شو السبب برايك؟ السبب انه كل مسلسل هو له خصوصيته، يعني هذا شامل وهذا اكيد حديث. عم تسمع اراء الناس انتقاداتهم، بس شو السبب الانتقادات الكبيره على هذا المسلسل؟ هلا شوف، السبب النجاح على صفيح ساخن هو القصه، النص، سيناريو، البيئه الجديده اللي فايتين لها، طبعا غير الممثلين وكل العوامل اللي هي المسلسل ينجح. الكندوش هو مسلسل شامي، نحن ما تعودنا على هذا الايقاع من المسلسلات الشاميه، هذا الايقاع اللي هو قصه طبيعيه، قصه ما لها كثير، ما فيها كثير احداث خرافيه فانتازيه، يعني مثلا سكاكين وعقيد وفرنسيين وبواريد لا لا، فيها قصص لا طبيعيه جدا، واقعيه حقيقيه من زمن العشرينات او الثلاثينات على ما اعتقد. فعلا كانت قصة انه واحد حرامي فات على بيت، هي كانت مصيبة وكارثة بوقتها، ما كان في هالمصايب اللي نحن بنشوفها على التلفزيون، ان كان بمسلسلات شامية شفناها ولا راح نشوفها حاليا. فهو لا، كان عم يحكي عن قصة حقيقية، انا كنت يعني كنت هو واقع كنت حاسس انه هو ظريف المسلسل بسبب انه فيه جو حلو، فيه لقطاته حلوة، فيه ممثلين عمالقة، فيه جو الأغاني، الأستاذ حسام تحسين بيك حطه هيك يعني فيه جو هيك كتير متنكن يعني حلو. الممثلين العمالقة بس توقف أنت قدامه مثل الممثل الكبير سلوم حداد، شو بيكون شعورك؟ هل بتزيد ثقتك بنفسك ولا هذا الشيء بيضعف لك قدراتك التمثيلية؟ شو بيصير معك؟ والله حسب حسب الممثل شو بيعطيني طاقة. الاستاذ سلوم حداد اعطاني طاقه رهيبه، خلاني احس حالي نجم هوليوود. يعني خلاني احس حالي ملك. ليش؟ لانه هو عنده ثقه بحاله، بياخذ وبيعطي من الممثل، فما ترك لي مجال اني ما اعطي كل شيء عندي. كنت خايف اول شيء لانه في ممثلين مثلا يعني ما بيعطوا، بيحبوا انه انا بعمل اللي علي وانت شوف اللي عليك. بس في ممثلين تانيين فعلا كبار ونجوم، لا مهما كنت انا مبتدئ، مهما كنت ما لي علاقه بالتمثيل، فهم بيعطوا كل شيء وبياخذوا كل شيء. هذا الشيء الحلو اللي خلاني اطلق العنان بالشخصيه، يعني اخذ للاخر واكون مرتاح باقتراحاتي وبالارتجال، بتغيير اللغه والكلام، عرفت شلون؟ يعني على الممثل المبتدئ هذا الشيء واو. سليمان كثير من الشباب يمكن حاسدينك
على هاي الفرصة. صحيح. حاسدينك على هالنجاح، حاسدينك بجوز لأنه أثبتت حالك بدورك، كنت قد الثقة، كنت بعيد عن الواسطة، كنت الأكاديمي يلي عم يشتغل بحرفية. اليوم من بعد هذا الكلام المحاط ضمن الوسط الفني، ضمن هاي يمكن الوهرة يلي صارت، كيف منفكر لبعدين رح تصير الأدوار؟ كيف ممكن كمان ندرس الأدوار؟ صراحة ما في شيء اسمه ندرس الأدوار، لأنه لا هلأ حاليا بدي فرصة من الله يعني. أوكي. ما زلت بدي فرصة من الله، ما فيني اختار هلأ على كيفي. بجوز اقدر اختار، بجوز يعني اقدر قيم شوي الشيء اللي عم اختاره، بس لسه 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 لساتني مو مبتدئ، حتى مشروع مبتدئ، لانه صح في خبره قبل، بس خبره التعامل مع المخرجين، مع المنتجين، مع النصوص، يعني لسه ما في هالخبره. يعني انا اللي سويته هن اربع مسلسلات من 100 و200 و300 مسلسل اللي هن عندهم خبره فيهم. يعني لا ما فيني اختار هلا. اليوم قد عندنا خريجين هن بحاجه ل يمكن فرص، وعندنا خريجين مثل ما شفنا على صفيح ساخن هن عن جد اثبتوا حالهم، وهن اولاد الخبرات الفنيه السوريه يلي كل العالم هلا عم ينشهروا وعم يستعينوا بالفنانين السوريين. هلا للاسف بسبب قله شركات الانتاج بسوريا او قله الانتاج الدراما السورية، مو كدفع كعدد. يعني بمصر كل يوم في ممثلين جداد، بس بمصر في الاف شركات الانتاج، 100% والاف الافلام، بعتقد المسلسلات ما بعرف اذا في مسلسلات كثير، بس الافلام فاكيد دائما في فرص. هلا اتمنى انه كل حدا موهوب وبيستاهل ياخذ فرصه، لسبب انه انا بحاجه شركاء بيفهموا بالتمثيل. يعني اذا كان في حدا طلع بيعرف يمثل او عنده موهبه، فليش ما نخلصها لهي ليش ما ندعمها لهي الموهبه، ويكون شريكي واقف قدامي بالتمثيل لحتى نقدر نصنع شيء منيح. بالعكس يعني، وانا عم ساوي شيء تمام على هذا الاساس، يعني عم حاول ساوي مشروع انتاج صغير. دائما الخريجين بيروحوا على المسرح، انا رايح على المسرح اجباري، تاخذت بالجو كثير لقدام، بس لا عندي مشروع ان شاء الله يزبط، يعني بظل المصايب اللي نحن فيها. هو مشروع انتاج صغير تمام بدعم خريجي المواهب، ان كان خريج، ولا ان كان عامل ورشات، ولا ان كان مقدم على المعهد ومو مقبول، ولا ان كان ما له علاقه. تمام. بدي احاول الاقي هدول العالم، صيد تمام، وجرب وحط بالمكان الصح، بركي صار اكيد شيء. ان شاء الله هيك بنتمنى لك كل التوفيق. خلينا نحكي عن دورك، قريت مثلا من طفل بادوار بريئه الى دور عامل بملهى ليلي. خلينا نحكي ونرجع لمسلسل شارع شيكاغو. خلينا نحكي ليش هالانتقادات الكبيره، وانت شو رايك بالادوار الجريئه اللي صارت فيه؟ هلا نحن ما لنا متعودين على هيك نوع من انواع الادوار، وما لنا متعودين نشوف هذا الحكي، بس يعني شارع شيكاغو انعرض على او اس ان واللي هي مشفره، وانعرض على كثير قنوات مشفره، بعدين لما انعرض على القنوات اللي هي متاحه للجميع تقصص كثير. تمام. ايه لا انا برايي انه هاي الانتقادات مو بمحلها للاسف. تمام. وبدي اكون لاذع بهي الشغله، يلي مو حابب يتفرج على هيك شيء ما كان فتح على قناة مشفرة وشاف. صح أكيد. من الآخر يعني. زائد إنه هو فن، والفن ما في حدود. الفن قليل أدب. قليل أدب بكل ما تعنيه الكلمة.
ما في قواعد واقع عشان واقع يعني هذا يعني معلش نحن بننتقد هون بنفتح الشباك بنلاقي مصايب عم تصير اكثر تمام ايه فما فينا ننقد شيء ماله مطروح على العلن يعني لجميع الاعمار هي اول شيء ثاني شيء ان كان حدا فتح على الاو اس ان وشاف هذا الشيء وعم ينتقد لنقول حقه ينتقد صار في منهم يتابعون باب خلينا نفتح باب الدار ونشوف المصايب اللي لازم اللي لازم تنحل يعني نعم سليمان نحن كثير انبسطنا اليوم بلقائنا معك فخورين بنجاحك وناطرين نجاحات اكثر ان شاء الله فخورين بانه شاب عنده هالحماس عنده هي يمكن هذا الامل ببكره بموهبته بالفن يلي هو تربى فيه من هو صغير بدنا نتشكرك كل التوفيق لك وينعاد عليك شكرا لكم رمضان كريم بدي اقول شغله انه الحمد لله كل هذا الشيء بفضل محبه الناس لولا محبه الناس ما بنسوى ولا شيء اكيد طبعا وشكرا لكل الناس اللي دعموني فعلا من قلبي وشكرا لكم وللجنود المجهولين أكيد. جميعا رمضان كريم وكل عام وانتم بألف واكيد وانت تميزت بادوار رائعه وانحفرت بذاكرتنا سليمان شكرا لك شكرا لوجودك معنا والف مبروك على النجاح وبدي وجه تحيه اكيد لوالدتك ووالدك وينعاد عليكم بالخير والسعاده اكيد بنشوفك بنجاحات قادمه شكرا لك ان شاء الله دومنا